تحدثنا بطبيعة الحال عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، تحدثنا عن الأزمة في قطاع غزة، تحدثنا عن الكارثة الإنسانية هناك، تحدثنا عن العدوان المستمر بعد أكثر من 10 أشهر وسط صمت دولي مريب، تحدثنا أيضا عن أنه لا حل في هذه المنطقة بدون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، تحدثنا عن الأولوية لإقامة الدولة، وهذا هو الموقف المصري، لابد من الدفع المستمر في اتجاه قضية الاعتراف وإنشاء الدولة الفلسطينية. المعالي الوزير سيقوم غدا بزيارة إلى مدينة العريش، وسيتفقد المراكز اللوجستية الموجودة هناك لتجميع المساعدات الدولية والمصرية، وسيرى بنفسه للأسف الشديد الخلل القائم في تشغيل المعبر من الجانب الفلسطيني نتيجة للاحتلال الإسرائيلي للمعبر والوجود العسكري للمعبر، مما أدى إلى توقف هذا المعبر تماما عن العمل من الجانب الفلسطيني، وهذا يحول دون تدفق المساعدات الإنسانية والطبية لسكان القطاع، وحتى لا نستطيع تطعيم الأطفال في قطاع غزة ضد مرض شلل الأطفال الذي اختفى منذ عقود ويعود مرة أخرى نتيجة للأوضاع الكارثية في القطاع. تحدثنا بشكل مسهب عن الأهمية البالغة للنفاذ الكامل وبدون أي قيود للمساعدات.